بعدين تدرج هذا مثل ما هو يونس محمود تدرج هو نجم هداف سجل اهداف منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ومنتخب الاولمبي ومنتخب الوطني، وهذا تدرج اعطاه انه يصير النجم الاول والهداف الاول على اسيا وعلى العراق. يعني ترشيح الكابتن يونس محمود لرئاسة الاتحاد المقبل مو صحيحة برأيك استاذ عادل؟ هو كنجم يعني الجماهير كلها وياه، بس ك يعني تسلسل وظيفي لازم يكون يعني يمر بعدة مراحل إدارية. قد يكون مثلا هسه اي شخص او هم الرياضيين زملائنا وعزيزين علينا واصدقائنا انه التدرج حتى بالتدريب يتدرب مثلا يدرب فريق درجه اولى ثم يدرب فريق مؤخره الدوري بعدين يبرز نجمه يدرب بالدوري الممتاز يقدر يدرب فرق جماهيري. انا مع التدرج مع التسلسل الوظيفي في يعني قيادة أي مؤسسة، مو شرط أنه قيادة اتحاد كرة القدم. نعم أنا مو ضد يونس محمود، بس لازم هاي نصيحة يعني مجانية من إعلامي يعني عندي خبرة أعتقد أنه كافية في تقدير بعض الأمور. نعم أستاذ عادل، خلينا ننتقل للشق الإعلامي من حلقة هذا اليوم. أنت تشوف أنه مثلا اليوم الإعلام الرياضي شريك في عملية الإصلاح محاربة الفساد؟ نعم هو شريك أساسي للإعلام الرياضي في رسم خارطة طريق الرياضة العراقية بصورة عامة. أنا أفرح عندما أشاهد أن هناك إعلاميين يعملون في لجان معينة ويعملون في مؤسسات رياضية سواء في اللجنة الأولمبية، مو كإعلام كإدارة أقصد، يعني هو حتى شريك يعني بكتابة وفي كتابة المقالات. أعتقد أنه أغلب الإعلاميين اللي يمتلكون خبرة 20 سنة أصبحوا عندهم رؤية وفكر في كتابة حتى الدستور العراقي يقدرون يساهمون، عندهم معلومات واسعة حتى بالسياسة بالاقتصاد كل المجالات، ولا ضير بأن يعملوا في المؤسسات الحكومية سواء وزارة الشباب والرياضة سواء في اللجنة الأولمبية في اتحاد كرة القدم، مو فقط بمجالهم الإعلامي. يعني أنا فرحت جدا عندما استلم الاستاذ ضياء حسين مهمته كأمين سر للجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، وهذا ان عنده يعني مكسب للاعلام الرياضي. هو مثلا لاعب كرة القدم، عنده المام، عنده يعني واسع في مجال كرة القدم، واحنا راح نلاحظ ان هناك تغيرات راح تجرى على هذه اللجنة وسوف تطور. هناك اعلاميين كثيرين يعملون في المؤسسات الرياضيه. نعم. نحن مع دخول ايضا نعم استاذ عادل الاعلام الرياضي سواء كانوا اعلاميين او اداريين للمؤسسات الرياضيه، هذا راح يعطي ويطور من عمل المؤسسات الرياضيه والدفع بها نحو التقدم، لان الاعلام الرياضي الحقيقي